عايزين بس في البداية نقول لبعض مبروك، عشان انا استفتاء انما الى طيب يا علمي ان طبعا. في استفتاء وحاجات كده، يعني ما عرفتش التفاصيل قوي، بس مبدئيا مبروك. بص، هو يعني مبروك طبعا اي استفتاء الاهلي بينزل فيه او قناه الاهلي او برامج قناه الاهلي، واحنا اكيد لو هنتكلم عن نفسنا 10 الصبح في الاهلي اكيد هنسعد جدا، لان ده بيبقى انعكاس لمجهود احنا بنقوم بيه لشغل بيتم على الارض. فالحمد لله في طبعا استفتاء تايم ميديا، ودي مش اول سنه بالمناسبه، برنامج 10 الصبح في الاهلي حصل بتصويت جماهيري على افضل برنامج رياضي صباحي لهذا الموسم، يعني حاجه اكيد تسعدنا جدا. طبعا. في الاول وفي الاخر عايزين نشكر حضراتكم جدا، كل الناس اللي صوتت، كل الناس اللي بتحب البرنامج، كل الناس اللي بتتابع البرنامج، ده شيء يشرفنا وعلى راسنا حقيقي. وطبعا مش بس دي يا كريم الجائزه اللي كانت قناه الاهلي حصلت عليها، لا عايزه اقول لك كمان افضل مراسل رياضي في استفتاء تايم ميديا كان زميلنا العزيز جدا فاروق صلاح مراسل مبروك. قناه الاهلي، واحمد ثابت كمان وكريم سعيد كانت افضل فقره تحليل رياضي يعني في موسم 2022 في برنامج البيت الكبير مع كابتن اسلام الشاطر. اي نجاح اكيد اي نجاح لحد من قناه الاهلي او النادي الاهلي ده نجاح لينا كلنا في الاول وفي الاخر، عشان كده هنقول مبروك علينا كلنا كريم، بدايه حلوه يعني. زي الفل زي الفل. الحمد ويا لله رب دي حاجه دايما ان اكيد شاء الله. تسعدنا والله جميعا يعني. احنا اللي يهمنا في نهايه المطاف ان احنا نكون دايما عند حسن ظن حضراتكم، حتى بعيدا عن اي استفتاءات. احنا ده الهدف المنشود على الاقل بالنسبه لنا، وتاكدوا ان احنا بنعمل جاهدين عشان نحقق هذا الامر. فشكرا جزيلا للقائمين على هذا الاستفتاء.